موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ضحكت فقالوا ألا تحتشم؟ بكيت فقالوا ألا تبتسم؟ بسمت فقالوا يرائي بها؟ عبست فقالوا بدا ما كتم؟ صمت فقالوا كليل اللسان؟ نطقت فقالوا كثير الكلم؟ حلمت فقالوا صنيع الجبان؟ ولو كان مقتدرا لانتقم. بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم. يقولون شذ إذا قلت لا، وإن معة حين وافقتهم. فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لابد من أن أذم.